نعيش في عالم تتحكم فيه التكنولوجيا بكافة تفاصيله، فكل ما نستخدمه اليوم من هواتف محمولة وسيارات كهربائية وحواسيب آلية وغيرها تعمل بفضل البرمجة المبنية على لغات عدة يريد أن يتعلمها ويتخصص بها الطلاب والمهتمون. ما الذي تريد أن تعرفه عن البرمجة ومن أين تبدأ؟ دعونا نتوسع أكثر. أولاً، ما تعرف البرمجة؟ تعرف البرمجة على أنها عملية تصميم وبناء برامج الحاسوب، أي أنها مجموعة من الأوامر المكتوبة بطريقة الرموز والكلمات بهدف القيام بمهمة ما. ببساطة، البرمجة عبارة عن كتابة أكواد بلغات خاصة تعرف بلغات البرمجة من أجل صنع برامج أو تطبيقات أو مواقع ما تؤدي الوظيفة المطلوبة منها من قبل المبرمج. والأمثلة كثيرة، كتطوير برامج الدردشة أو مواقع كتابة المقالات أو مشاهدة المسلسلات والأفلام أو حتى تصميم لعبة جديدة. وهنا يأتي دور المبرمج الذي يقوم بوضع طريقة عمل البرنامج أو ما تعرف بالخوارزمية، فكل صفحة ويب تفتحها على الإنترنت أو لعبة تلعبها على جهازك الإلكتروني مبنية على خوارزمية خاصة بها. كيف تبدأ في تعلم البرمجة؟ في أي مجال تريد أن تتعلمه تجد البدايات صعبة، ولكن كل صعب يهون في عالم البرمجة عندما تعرف من أين تبدأ. ابدأ بدراسة علوم الحاسوب التي تعرفك بشكل عام على أساسيات البرمجة ومجالاتها المختلفة والمصطلحات المستخدمة فيها لتحديد المجال البرمجي الذي تود العمل فيه. فتحديد المجال يساعدك في اختيار اللغة التي تريد أن تتعلمها، فلغات البرمجة صعبة ويفضل أن تبدأ بإحدى اللغات لتنطلق منها إلى لغات أخرى، فلكل لغة برمجة وظيفة تختص بها، لذا تتعدد هذه اللغات. وإن تحديدك لتعلم لغة ما يرتبط أحياناً بناء على شهرتها وفرص العمل المتوفرة لها. فمثلاً في وطننا العربي يلجأ المهتمون إلى تعلم تطوير المواقع ويب ديفلوبمنت لشهرته وفرص العمل المتاحة له. لكن ما هي مجالات البرمجة التي نوصي بها للمبتدئين؟ المجال الأول، تطوير المواقع ويب ديفلوبمنت. ينقسم تطوير المواقع إلى جزئين أساسيين، فرونت إند وباك إند. ما معنى هذا الكلام؟ الواجهة الأمامية فرونت إند هي الواجهة التي يتعامل معها المستخدم، كالصور المعروضة في المواقع والأيقونات والأزرار والروابط وغيرها. أما باك إند فهي الجزء الذي يتعامل معه المبرمج من بيانات وأوامر نراها فيما بعد على الواجهة الأمامية للموقع. فالموقع يشبه آلة بيع القهوة، فكوب القهوة بمثابة الواجهة الأمامية التي تتفاعل معها. أما مراحل عمل القهوة التي لا نراها داخل الآلة فهي بمثابة باك إند. ولكي تتعلم برمجة عمل الواجهتين فرونت إند وباك إند لموقع ما، فأنت بحاجة لمعرفة ثلاث أشياء أساسية، وهي HTML و CSS و JavaScript. ف HTML هي عبارة عن لغة وصفية لبناء الهيكل الأساسي للصفحة ووضع العناصر الرئيسية فيها كالعنوان والصور والروابط وغيرها. أما CSS فهي مجموعة من الأكواد تتحكم في طريقة ظهور العناصر ذاتها على الموقع. أما JavaScript فهي لغة البرمجة المسؤولة عن تفاعل المستخدم مع الموقع عن طريق الضغط على الأيقونات الموجودة والروابط لتنفيذ الأوامر. المجال الثاني، تطوير الألعاب أو Game Development، ويعتمد في برمجته وتصميمه على ما يعرف باسم محرك الألعاب أو Game Engine. وتختلف محركات الألعاب من حيث لغات البرمجة، فمنها محرك Unreal Engine ويعتمد هذا المحرك على لغة C++، ومحرك Unity ويعتمد على لغة C#، ويمكن من خلاله صنع لعبة بأبعاد ثنائية 2D أو ثلاثية الأبعاد 3D. وهو محرك مجاني، لكن توجد فيه بعض الأدوات المدفوعة للمحترفين. وأيضاً أحد أشهر محركات الألعاب المجانية مفتوحة المصدر هو محرك Godot، والذي يتيح كذلك للمصممين ابتكار ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد. أما المجال الثالث والأخير فهو مجال تطوير تطبيقات الموبايل، Mobile Application Development. وفي هذا المجال يمكنك التخصص في تطوير تطبيقات أندرويد، وتحتاج لتعلم لغة كوتلين المطورة من قبل لغة جافا. ولتطوير تطبيقات iOS ومنتجات شركة أبل تحتاج إلى تعلم لغة سويفت التي طورتها شركة أبل للمبرمجين والمبنية على لغة Objective-C.
وهي لغة برمجة تستخدم في أنظمة التشغيل iOS وواجهة التطبيقات الخاصة بها. ويمكنك أيضاً أن تتعلم لغة برمجية تجمع بين الاثنين Android وiOS عبر أداة Framework، وهي أداة توفر عدة مكونات جاهزة تساعد على تأسيس التطبيق الذي ترغب في إنشائه دون الحاجة إلى برمجته من الصفر، مما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد، مثل أداة Flutter المطورة من قبل جوجل، وتكتب فيها الأكواد بلغة دارت المبنية على جافا سكريبت لتعمل على أندرويد أو iOS أو ويندوز أو لينكس وحتى الويب. ونذكر أيضاً من أدوات Framework أداة React Native وIonic وNative Script. ما هي أهم المنصات التي تتيح تعلم البرمجة؟ إذا كنت تريد تعلم البرمجة على يد أشخاص أكاديميين محترفين، فمن المواقع العالمية نذكر موقع Udacity وموقع edX، وهو موقع تعليمي أكاديمي يتميز بمناهجه الاحترافية المنظمة، وموقع كورسيرا الذي يعتمد أيضاً على مناهج أكاديمية من أكبر جامعات العالم، وموقع ليندا والمعروف حالياً بLinkedIn Learning التابع لمنصة LinkedIn الشهيرة، وموقعي كود أكاديمي وكود سكول. إذا كنت تعرف منصات أخرى غير هذه المنصات اذكرها في التعليقات ليستفيد منها الجميع.